رجعنا نتواصل معكم عن طريق أكيد شاشة تلفزيون دولة الكويت. جميل أن نرى المرأة الكويتية ونرى إنجازاتها في مختلف المجالات، ومعنا اليوم بطلة من أبطال الرياضة النسائية الكويتية. معنا في الاستديو اللاعبة ولاعبة كرة الطائرة هبة المسفر، حياك الله معنا في شاي الضحى، منورتنا حبيبتي. النور نورت، يعطيك الف عافيه. تونا نقول ان النساء الكويتيات ما شاء الله قاموا يبدعون في كل المجالات، حتى المجالات الرياضيه او الرياضات اللي ما كنا نسمع فيها يعني اسماء معروفه من السيدات، اليوم قمنا نسمع هالشيء. خلينا اول شيء نتكلم استاذه يعني بالنسبه للامهات، يعني الام دائما تتابع عيالها وهدفها انه يكون عندها يعني طفل تفتخر فيه، يكون صح. شاب فعال بالمستقبل، شو ممكن الام تكتشف ان الطفل عنده الموهبه وانه فعلا الرياضه جزء من حياته؟ يعني انت وانت صغيره اكيد في احد اكتشف مهارتك. شوفي اول شيء اصبح عليكم. صباح النور. اوكي، ثاني شغله احنا طبعا ما كنا نلقى الدعم ذيك الايام، انا يمكن كنت اصغر لاعبه منتخب الكويت والحين صرت اكبر لاعبه منتخب الكويت ان شاء الله بالفريق. فأنا يعني برأيي الأم أو الأبو لازم يخلي حق الطفل يكون لا طموح ولا دافع إنه يشجعه. ليش؟ لأن إذا شجعه ويعني وخلاه إنه مثلا يصير عنده ثقة، هذا الشيء بالعكس راح يكشف مواهبه. مو ضروري إنه يكون بس يعني مثلا إنسان رياضي صح. أو إنسانة رياضية، بالعكس أمور ثانية. نعم. ثاني شغلة أنا اكتشفتني الوالدة لأنها هي كانت لاعبة سلة. حلو. ومن البداية يمكن كنا في أندية صيفية، تذكرون يمكن السباحة، ما السباحة كانت بدايتها بعدين بالمدارس. كانت الأندية الصيفية. إيه؟ فتلقين الطفل يا يلعب كرة أي. أو مثلا على قولتهم قميضة أو شيء الألعاب البسيطة أو سباحة. فاكتشفت ودخلتني معها النادي، لا شافتني أحب الكرة وكذي واستمريت فيها لحد الحين. حلو. هذا بالنسبة للأسرة، وأكيد لعبت والدتك ربي يحفظها دور كبير في أنها تشجعك لأن تنضمين للمنتخب وأنك تحبين الرياضة وتكونين قريبة من الرياضة. لكن بشكل عام لو نتكلم عن يعني أي أسرة عندهم أطفال وحابين يحببون عيالهم في الرياضة، شنو ممكن يسوون أولياء الأمور؟ عندنا احنا الحين وايد متوفرة أندية صيفية، عندك أندية نسائية حتى حق الشباب، يعني عندنا احنا فئات عمرية يعني أشبال، بعدين تحت ال 14، تحت ال 13، عندنا فئات يعني لي الدرجة الأولى طبعا. نعم. يوصل للمنتخب. فإذا هو الطفل أول شيء يسأله، يمكن يحب الرسم، كل واحد وميوله يعني. وفي أندية صيفية مثل ما قلت لك إن هي اللي تطور من حياة الطفل. حلو. ويكون له هدف، يعني أنا بالعكس هذا أشجع هالشيء، لأن إذا كرستي في الطفل من كان هو صغير إنه يلعب وينمي موهبته بالعكس يتطور مع الوقت. والله الرياضة وايد حلوة أصلاً، فيها متعة الواحد صح. يستمتع فيها، وخصوصا بالنسبه للاطفال. احنا ليش نقول الاطفال وخلينا نقول البنت بعد من صغرها، اذا الام شجعتها بعدين دائما الام قدوه البنت، تاتي بالوالده الله يحفظها ويخليها لك. فهذا اكبر دافع ترى حق البنت ان هي تمارس هوايه جدا مميزه واللي هي الرياضه. طيب خلينا نتكلم عن كونك كامراه اليوم، شلون تشوفين المراه الكويتيه خلينا نقول والخليجيه، هل فعلا يهتمون بموضوع الرياضه ولا تحسين ان هي مخليتها موضوع جانبي يعني ما هو كل اهتمامها، مع ان الرياضه فيها صحه كبيره حق الانسان؟ شوفي بالعكس شفت الحين بوقتنا هذا وايد في تطور ووايد في اقبال على الرياضه، وتشوفين طبعا الحدائق الممشى متروس من الناس، حتى المجمعات قاموا يمشون يعني فيهم هم فكر رياضي انه قام يطورون ويعرفون يعني مدى الرياضه شنو تفيد. احنا كانوا على ايامنا كانوا اللي تلعب رياضه كانوا ينادون المسترجله يعني ايه يعني، مع ان انا ما اشوف هالشيء، بالعكس هذا شيء وايد حلو ان الوحده تطور من عمرها، تثقف من عمرها بالرياضه، تحافظ على جسمها، ما تتجه حق عمليات التجميل الحين اللي حابين فيها الشفطه لان فيها وايد اثار جانبيه. يقول متنا واكله وكل شيء، ما في عمليات كل شيء جاهز ما يصير، بالعكس يعني حتى يعني لو بتلاحظين الرياضه مع حق الولاده، حزه الولاده تكون العضله المسلز يكون وايد قوي. نعم. بعكس الوحده يكون اللي ما تلعب رياضه.
نعم. يعني طبعا مع الدراسات قاعد نكتشف هالشيء. وطبعا العقل السليم في الجسم السليم، فالرياضة مهمة سواء كانت للرجل أو للمرأة. وقاعد نشوف احنا ما شاء الله مثل تشروات في مجتمعنا الكويتي، السيدات صاروا يعني وايد يهتمون ويركزون على الرياضة، لكن في مجموعة من السيدات للأسف يركزون على الرياضة لهدف واحد، إنها بس تبي تضعف وبعدين تخلي الرياضة. شو ممكن هبة يعني كونك رياضية، شو ممكن الرياضة تكون أسلوب حياة لايف ستايل؟ شوفي أنا يمكن إحنا ما عندنا احتراف، نتمنى هالشيء إنه يصير فيه احتراف على أساس إنه نكون كل وقتنا في النادي، يكون تمرين مكثف على أساس ننجز أكثر مما إحنا قاعد ننجز حالياً. فبالعكس اللايف ستايل يكون تنظمين أكلك، لأن 70% من جسمك أو جسم الرياضي 70% الأكل. إذا ما حافظتي على الأكل صدقيني يعني الرياضة ما راح تفيد بشيء، ولا راح يكون مثل الجسم المطلوب اللي أنت تبينه. فأني شغلة تخلي لك لو إن شاء الله ساعة باليوم تلعبين فيها رياضة. نعم. يعني إحنا هذا اللي قاعد نسوي، يعني أنا اللايف ستايل مالي طبعا الأكل منظمته، الرياضة عندي وقت يعني مخصص حق النادي وبس، واسوي اموري العاديه. اصلا هذه الحياه حلوه الصراحه، بسيطه اي، يعني ما فيها تعقيد، فيها ان الوحده مهتمه بنفسها، مهتمه بتغذيتها. وانا اقول دائما كل شيء يكمل الثاني، يعني صح. الرياضه بروحها ما تكفي، اكل بروحها ما يكفي، الاثنين يكملون بعض عشان ناخذ لنا قوام صحي. بالنهايه الصحه اهم ترى من الشكل، الشكل يعني مو كل شيء اليوم صح. لازم الواحد يكون صحته زينه. طيب خلينا نتكلم عن بداياتك في هذا المجال، يعني في امور ممكن الانسان يمر فيها، وهنقول عقبات تواجه الشخص، شو ممكن يتجاوزها خصوصا في المجال الرياضي ويكونك كامراه؟ شوفي انا اول شيء سمعنا وايد امور وقفوا ضدنا، شلون ريال يدربكم؟ مع هذا احنا لو مو حاب اللعبه للحين مو مستمرين فيها. طبعا انا حاشتني اصابه من بعد لعبه كانت بدايتي سله، حاشتني اصابه بريلي، فهذا الشيء شويه وقفني وعالجتني الوالده يعني واهتمت فيني. طبعا كنت صغيره يعني. كم عمرك يعني كان باي مرحله؟ 13 14 سنه. اوكي. عرفت لان كنا احنا نلعب ارضيه غير صالحه حق اللاعب، كنا على قولتهم قار يعني باللغه العاميه. نعم. فمع الوقت تطورت وتطورت الانديه عندنا وبالعكس مستمرين فيها. يعني الاهتمام ملحوظ من وجهة نظرك في الرياضات النسائية في الوقت الحالي الحين؟ نعم. قبل لا ما كان عندنا، والإعلام قام يركز عليكم أكثر كلاعبات بالكويت كرياضيات، شوي قام يسلط الضوء. نفس دعم الشباب أكيد. يعني شوف أنا أقولك إحنا وايد عندنا نواقص بالدعم، لأن كل التركيز على كرة القدم، لعبة كرة القدم وعلى الشباب. نعم. فإحنا وايد محتاجين، لأن في بنات حابين يدشون هالمجال وحابين إنه يعني وايد تيلي مثلا أسئلة، هبة هل أنتوا تشاركون بطولات؟ هل أنتوا أنجزتوا؟ هل أنتوا؟ نقول لهم نعم. إيه، فيستقربون. فلما يصير عندنا جيم يشوفون مستوانا ينصدمون. نعم. إن هل إحنا في بنات كويتيات كذي؟ هبة يعني أتمنى إن من خلال شاي الضحى تجاوبين على تساؤلاتهم، يعني تكلمينا عن إنجازاتك وعن البطولات. أنا جاوب الكل. لا. يعني أنا بالعكس ما قصر مع أحد. لا. بس أنا اللي أقصده أن في بنات حرام محتاجين هالشيء، محتاجين الدعم. من البداية قلت لك أن الياهل إذا عطيتيه ثقة ودعمتيه بالعكس هذا الشيء ينمي، يعني صح. يتطور مع الوقت، عرفت شلون؟ فنتمنى هالشيء، ان الدعم، تكثيف الدورات عندنا، تكثيف المعسكرات، دعم تلفزيون الاذاعه. ليش؟ لان في ناس تبي تسمع، تبي تشوف. مباريات عندنا احنا قليله، يعني مع التوقف بعد اللي صاير الحين بالكويت والمشاكل الرياضيه، نتمنى هم ان يصير في دوري، يكون عندنا دوري نسائي مو بس رجالي، على اساس ان البنات هم يدشون بهالمجال، ان الجيل اللي بعدنا يشوف هالشيء يكون متشجع اكثر انه يقدر على هالخطوه هذه. طيب انا هم بسال نفس سؤال فاطمه من قبل شوي، متكلم شوي عن انجازاتك في مجالك الرياضي، شنو ابرز الانجازات اللي انت تعتزين فيها؟ الحمد لله انا حققت 3 انجازات، افضل لاعبه شواطئ محليه بالكويت. نعم. وافضل لاعبه عربيه مركز 4. نعم. وافضل لاعبه متكامله على الخليج. ما شاء الله. حلو. يعني هذه انجازات ترى حلوه، احنا كسيدات لعبه جماعيه. نعم. يعني دائما الكل يربط يعني لعبه كره الطائره في فصل الصيف، ف
فهل ايضا انتوا يعني كلاعبات البطولات تكون ايضا مقتصره على فصل الصيف؟ دائما الناس تتخيل كره الطائره بس الطائره شوفي الطائره في اوتدور واندور. الاوتدور هي الشواطئ واندور هي تقريبا الصالات يعني. نعم فلا كلش ما لها علاقه. نعم ما لها بس دائما يكون في ربط. ليش يمكن شوفي الكل والبحر وهذا فيلعبون طائره يعني مخصصه بالعكس بس انه لعبة الطائرة هم اندور يعني اندور تلعب. نعم. حلو يعني هذه المجالات الصراحة حلوة ورياضة جميلة ولكن حلو ان المرأة تفهم يكون عندها ثقافة كبيرة في المجال اللي تبي تدخل فيه. المجال الرياضي متنوع ما شاء الله صح. فكل واحدة عليها انها تختار الشيء اللي تحبه. انت شو الشيء اللي تفضلينه؟ هل تحبين الرياضات الجماعية او الفردية؟ شو اللي تشوفينه افضل للمرأة؟ شوف ولا كانت بدايتي احب الالعاب الجماعية كانت الوالدة يعني من بعد إصابتي كانت تتمنى أن أصير لعبة تنس أرضي فأنا ما حبيت الألعاب فردية كوني أن أنا وحيدة أمي وأبوي. حلوة التنس أرضي ترى حلوة بس أن تعرفين لما تكونين وحيدة ما عندك خوات وتحبين يمعات البنات وتلعبين مع البنات وكذي. وأكثر شيء بعد أنه خلص من النادي هم أروح مثلا المدرسة ألعب وكذي معاهم فريق المدرسة. فبعدين مع الكبر بوقتنا الحالي لا تطورت معي الرياضة لعبت فروسية لعبت كايتين كايت بوردينج واستمريت يعني شوفي. نعم. دائما الرياضي اللي يحب الرياضه تمشي بدم الرياضه ما يقدر يوقف يحاول يجرب اكثر من لعبه. نعم يعني من خلال حديثك شبه ذكرتي انه كان عندك اصابه بعمر صغير عمر 13 سنه ما تخوفتي انك ترجعين للعبه وبقوه؟ شوفي سبحان الله اللي الله كاتبه بيصير. نعم. حتى لو بتمشي مثلا اسم الله عليك وهذا كله فريلك يعني راح تصير لك إصابة. بالعكس الطب تطور عندنا أجهزة تطورت عندنا علاج طبيعي تطور. نعم. بالعكس يعني شوف هو عندنا إصابات كلاعبات إحنا. نعم. بس مثل ما قلت لك حابين اللعبة ومستمرين فيها مع أن إحنا هواة يعني مو محترفات صح. وهذا الصح أن الواحد ما يوقف يعني قبال أقل عقبة تواجهها في درب تحقيق أهدافه. الحمد لله أنت قاعد تحققين أهدافك وإنجازات باسم الكويت. الحمد لله. شكرا لك هبة المسفر لعبة كرة الطائرة. شكرا نورتينا في شاي الطحن. نور نور يعطيك ألف عافية. وفاطمة يعني إحنا السيدات نهتم ما شاء الله في كل المجالات يعني اليوم اللي يقولون أن المرأة بس تهتم في جمالها احنا قاعد نوريكم نماذج نسائيه تهتمون بالرياضه يهتمون بالتعليم بالثقافه وايضا ما تنسى المراه انها تهتم بنفسها يعني. نعم. عندنا احنا وايد امور نركز عليها فاطمه فعلا يعني في امور كثيره إن نحب ان نسلط عليها الضوء من خلال ايضا فقراتنا في شاي الضحى اللي المراه دائما تهتم فيها مثل الميك اب الفاشن. من خلال هذه الفقره راح نسلط الضوء على البيدي كير والمانيكير مع زميلتنا انسام.